باجي. هاو القضيان. قضيت كل شيء. جبت الدجاج والبصل والحميصة ماشي مشمخة. وهو شبيها عينك. أقلقني واحد ضربته بالدماغ قصته في يده. لطف يا ربي. نوريا. نوريا شاختك نشريلك. باغي نرقد هذا ونت راني عيان. ما عندك ما تشري لي بيجي قضى لي كل شيء. يعطيك الصحة يا البيجي. شنو نقول لك؟ ضربك هذه نخبطها برقده مرقو والقول. ليه يا حبي الاربيتر ما يحبش. اليوم انت باش تعاوني يا عزيزي ما عنديش خدامه هنا. هو البيجي اش راه يدير هذا؟ ويطبطب. بن عمي هيا قولي دوك شنو ندير دروك. هاي الباي والحاشيه نتاعو للمقادير نستحقوا دجاجه مقصوصه اطروف، زيت وسمن، بصله مقصوصه، ملح، فلفل اكحل، قرفه، كزبر مرحي، ومرقه الدجاج، حمص وعظم. سيدي بن سيدي اليوم باش نقول لكم كيفاش تطيبوا طاجين البي والحاشيه نتاعو. ماكله بنينه سهله تحضر فيسه فيسه. باش نستحقوا الماكله هذيا عظم، بصل، ملح، فلفل اكحل، دجاج، سمن، الزيت اللي ديما نخلطوه مع السمن باش ما يكحلش، وعزيزي النوري جاب لي البقيه الحمص اللي طيبناه نص طياب، القرفه مرحيه بيان سور، والكسبر زادة كيف كيف مرحي. يعيشك كان مش انتي تعاوني شكون يعاوني؟ صحيح نجم نروح دروك؟ لا الاربيتر ما يحبش. اهلا وسهلا. اهلا اهلا مرحبا مرحبا نورتنا. لاباس رمضانك مبروك. يسلمك رمضانكم صحة ولهنا. نوال ايلول شنو احوالك؟ لاباس الحمد لله. انا فرحانة كراني معاكم. يعيشك مرحبا في كوجين تاع عاشور. اهلا نوال. بيك واهلا. مرحبا بيك. يسلمك يسلمك. نشوفك نتفكرك. هذاك هو المطلوب. شكرا. قلت نسخسيك بيني وبينك اذا بغيت ديري فيا مزيه باش تعاوني نوري راهي وحدها مخلوقه وحشمت باش تقول لك. انا غادي نروح غير هنا ونولي ليه. معليش روح ترقد. شكرا صحيتي صحيتي. نوري وين ماشي؟ خليها روح نوري انا نعاونك اليوم. يا بي يلي لحسانك جري احنا نقوله. يسلمك. خلطت قد قد باش نطيب البي والحاشية متاعه ان شاء الله. كليتها قبل؟ لا لا ما بون شاني نشوف هنايا نعرفه بصح كيفاش راك حطيبيه واسمه ما نعرفوش. ايوا شبيك هذه ماكلت مولانا مولانا. داكور. هبش نقول لك كيفاش تطيب سهله على الاخر وهكيك تحضر شقان فطر ليه ليه. باش ناخذوا شويه سمن. السمن ما تعرفوا قلنا ديما نحطوا سمن نحطوا معاه الزيت باش السمن متاعنا ما يكحالش. نصبوا معاه الزيت. احنا غسلنا الدجاج قلنا في المقادير عندنا دجاج غسلناه ونحينا كزفوريه بالخل وحاضر باش دونك باش نحطوا في السمن متاعنا البصل يتقلى تنحطو على النار وهو يتقلى من بعد باش نخلط عليه الدجاج اللي باش نفوحوه باللفاحات اللي موجوده عندنا الكل ونخلطوا عليها الحمص اللي هو نص طياب. خنحط البصل يتقلى وهني ان شاء الله. اوكي نوال. نعم. شنو الجديد نتاعك؟ نهضروا على لا شونسون اللي خرجت برومي جور تاع رمضان. ايه هاد لا شونسون هي خدمتها في العام بصح انا خيرت باش تخرج في رمضان على خاطر الكاركتير تاعها يتشبه للكونسيبت تاع سيدنا رمضان. اي علاش تحكي الغنيه؟ تحكي وتقول نقول لكم اي تقول الملك ملكو واحنا غير الضياف فيه وجعلنا خير خلقه وخيرنا عليه توجهوا لله وسألوه من غيره يسمع سألكم
راه كريم. الله الله كريم كريم ما اكرمه. محلاها الغنية ياسر ياسر حلوة. ميرسي بوكو نوريا. مزيانة برشا وصوتك مزيان ياسر. يسلمك، اسمعي بالك تنسي. لا مانيش ناسية، خليه قلة وكمل نفوح الدجاج. حطيت ملح وفلفل الأكحل باش نحط القرفة. وباش نحطوا الكسبر. أيوه. ونحطوا الدجاج نتاعنا يتقال. كيفاش موفقة أنت بين الدار والخدمة؟ لازم والفنا. لازم. المرأة هي طبيعة تاعها الكوزينة، طبيعة تاعها نطيبه، وهي اللي تمد ريحة رمضان، في ريحة رمضان يعني ريحة الكوزينة وريحة رمضان ولو شارم تاع رمضان. يا سي فغي كو راجل يدخل بالقفة، بصح سي توجور لا فام اللي تقعد في الكوزينة وهي اللي تطيب. زينة الدار. ايه هي زينة الدار. زينة الدار. باش نكمل نخلط الحمص اللي طيبناه نص تياب. سهله برشا، سهله وبدات الريحه ديجا. بدات الريحه، بدات الريحه خلاص. أيوة. باش نمرقوها ونخليوها تطيب على راحتها، خليوها في عقل عقلها. هي هلا تري بيان تقعد تطيب المرقه. ايوه البي يطيب والحاشيه نتاعو هالعظم تو تشوف من بعد كيفاش باش نحضروهم وكيفاش باش تكون الزينه باش تعجبك على الاخر على الاخر. صح هو ايه. هذا نوري هذا الطبق هذايا الاصل نتاعو منين؟ الاصل نتاعو اصله نتاع مولاي هو. هو يحب اكله خاصه بمولاي، تحب تاكل كي مولاي تبعني. نتبعك نتبعك، وعلى بالي بلي يدك بنينه ومولفه ديري ماكله شابه ان شاء الله. ايه بيان سور ماكلتك بنينه هكذا يقولوا. ان شاء الله ان شاء الله. نعرضك عندي للدار. ايه وتاكلي ماكلتي على شرط الطيب لي حتى انتي باين. هي. انا بالحاشيه نتاعو وانتي عامله باللي تعبتي. هيا خلاص ما نخليها لك سكري، نخليها سر بيناتنا. بعد شويه نشوفوا كيفاش نزينوا البلان نتاعنا، ان شاء الله يعجبكم. سيدي نوال البي وحاشيتو. الله الله شوفك المنظر المزيان. فقصنا العظم دخلناه للفور باش يعطيك اللون المزيان. ها عجبك ولا عجبني؟ ما يقدرش ما يعجبنيش، راهو شاهي يا نوريه بالطبع. ها نجا فرتيها ولا نعاونك؟ بعد ما طارت الطيور جات الهمه تدور. يعني نشوف سي كملت. ها مولا ننسى شطرتها. انا ما غلطت كي تزوجت بك يا نوريه. نوال نعم هي تروحي معايا ولاتي عبله يستنى فيك ان شاء الله. اي بسم الله. يلا مرحبا مره اخرى شرفتنا. ان شاء الله كل عام وانت حيه بخير وديما تجيب حدينا في كوجين تعشوا. ان شاء الله صحه والايمان. يلاه باي باي. صحه فطوركم يعيشك. وانتم زيدا سيدة المشاهدين، اليوم عملنا البي والحاشيه نتاعو، وغدوه نعملوا حاجه اخرى واكيد باش تكون بنينه بنينه تهبل. باي باي. البي والحاشيه نتاعو للمقادير نستحقوا دجاجة مقصوصة تروف، زيت وسمن، بصلة مقصوصة، ملح، فلفل أكحل، قرفة، كسبر مرحي، ومرقة الدجاج، حمص وعظم. بصح أحمد شحال يحبوا سكان المملكة، غير يشوفوه يجيبوا الحمام يبدو يستروا معاه لي فانيت. هاك علي هاك هاك هاك. هذيك علاش أنت زرت العقل ظاهرة؟ شو راهم؟ أنا ندرس العقل كاع لحم أنا. نوري ما تقول لي والو باينة ملي خبطتها برقدة. ما لقيتش حدا ونط.